في موسم الحج 2015 حين كان عثمان بطيخ وزيرا للشؤون الدينية. دائرة الجدل حول المؤسسة الدينية في تونس تتسع بعد شبهات فساد تطال أحد رموزها مفتي الديار عثمان بطيخ، يواجه تهما في القضاء تتعلق بشبهة فساد في موسم الحج 2015، هذا حسب مصدر قضائي. حينها كان الرجل وزيرا للشؤون الدينية في حكومة الحبيب الصيد، قدمت شكوى للنيابة العامة ضده. تقول وسائل إعلام تونسية إن الشكوى كانت مرفوقة بوثائق تتعلق بارتكابه تجاوزات في اختيار المرشدين الذين يرافقون الحجاج على نفقة الدولة التونسية، وتحديدا تهم بالمحاباة في اختيار بعضهم. في يناير 2016 تم تعيين عثمان بطيخ مفتيا للجمهورية التونسية، لكن التحقيق في القضية لم يتوقف، ليحال المفتي الآن إلى القضاء. ليست المرة الأولى التي تلوك فيها الألسن اسم الرجل ومواقفه المثيرة. في السنة الماضية نقلت عن المفتي فتوى بعدم جواز المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى وللاجتهاد في القضية، ذلك أن النص القرآني صريح، لكن هو بعد دعوة الرئيس الباجي قيد السبسي للمساواة في الإرث قلب الرجل مواقفه سريعا وأيد دعوة الرئيس. سارة بن عشوبة، العربية. من تونس ينضم إلينا نجم الدين العكاري، رئيس تحرير صحيفة الأنوار التونسية. يعني ما الذي يحدث في تونس؟ يعني في غضون يومين هناك قضيتين للفساد لمسؤولين في الحكومة التونسية، ما الذي يجري؟ الحدثين غير مرتبطين تماما وبينهما فارق في التوقيت منذ فترة. بالنسبة لقضية الوزير الشؤون الدينية السابق ومفتي الديار التونسية حاليا، القضية تعود إلى سنة 2015 موسم الحج سنتها، حيث تقول التهم الموجهة إليه أنه اختار 12 من أعضاء وفد المرشدين لا تتوفر فيهم الشروط، قد تكون هنالك محاباة أو قد تكون تدخلات من قيادات عليا في الدولة، فرضت على وزير الشؤون الدينية قبولهم وأمضى على قائمة اعتمادهم في حين لا تتوفر فيهم شروط السن والقدرة على إرشاد الحجاج إلى بيت الله الحرام، ولم يقوموا بهذا الواجب. هذا قضية الأولى لمفتي الديار التونسية والتي أحيلت إلى قطب القضاء الذي يعالج قضايا الفساد المالي بصفة عامة. القضية الثانية تهم وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار والتعاون الدولي، وتقول إنه لما كان يرأس شركة في البورصة للأوراق المالية كانت له معاملات في دولة المغرب الأقصى، وإنه قام بتحويلات وبمخالفة لقانون الصرف في تونس، والجمارك أو الديوانة كما نسميها نحن هنا في تونس قامت ضده بقضية في مخالفة الصرف، ويبدو أنه صدر ضده وقتها حكم بالسجن وبخطية مالية قدرها مليون دينار تونسي أو ما يفوق بقليل، ويقول أنه لم يعلم بها إلا في الفترة الأخيرة، وهو ما دفعه إلى الاستقالة في انتظار مثوده أمام القضاء يوم 4 سبتمبر القادم، أي أيام بعد عيد الأضحى المبارك القادم. دعني أسأل سؤالي بطريقة أخرى ومختلفة. طيب سيد نجم الدين، يعني كيف تصدر المشهد هؤلاء وأخذوا مراتب عليا ورقوا كذلك في مناصبهم ويوجد في ملفاتهم قضايا تتعلق بالفساد؟ يعني أين الخلل هنا؟ كيف وصلوا هؤلاء إلى مناصب قيادية؟ خصوصا وأن الشارع بدأ يتساءل ويطرح هذه الأسئلة وبدأ يحتقن كذلك على الحكومات السابقة وعلى الحكومة الحالية. نعم، هنالك الخطأ قد يكون محمولا على رئاسة الحكومة أو على الوزيرين اللذين تعلقت بهما إلى حد الآن شبهة الفساد، باعتبار أنهما لم يبلغا رئيس الحكومة عند تشكيل الحكومة، رغم أن السيد بطيخ الآن هو مفتي. وهل لابد من المرشح لهذا المنصب هو أن يبلغ الحكومة أم أن الحكومة لابد أن تتحرك؟ أين الأجهزة الرقابية؟ أين وزارة العدل؟ الاثنين عليهما بالتحرك.
الاثنين عليهم بالتحريم باعتبار أن القضية لم يصدر فيها حكم بات، قد يكون لهذا السبب الذي جعل رئاسة الحكومة لا تتخذ هذا الموقف. قلت أن مفتي الجمهورية يعينه رئيس الجمهورية مباشرة وليس لا يتم انتخابه ومروره بالبرلمان، لكن يمر بصفة مباشرة. هنالك أيضا شبهة فساد تتعلق بوزيرين آخرين في حكومة الوحدة الحالية، وهنالك سؤال في البرلمان تم طرحه، سؤال كتابي سيتم الإجابة عن خلال الأيام القادمة. وزيرين حاليين من حزبين مختلفين، الأول هو الوزير المكلف بالمجتمع المدني بالعلاقة مع البرلمان، ووزير البيئة الحالي، والذين تتعلق بهما شبهة فساد ولم يتم النظر فيهما، ولم يقم رئيس الحكومة بمساءلتهما أو بالتحري في هذا الموضوع أو توجيههما إلى القضاء. القضية ما زالت محل حديث في الشارع وحديث في البرلمان، هنالك نية إلى التساؤل في هذا الموضوع، لكن إلى حد الآن لم يتم أي شيء، ولم يقدم أن الوزيران استقالتهما أو يدافع عن أنفسهما باعتبار أنهما يصرين على أنهما أبرياء، ولم توجه إليهم تهم من القضاء، ولم يتم البت فيها أو توجيه أحكام ضدهما. شكرا لنجم الدين العكاري رئيس تحرير صحيفة الأنوار التونسية، كنت معنا من تونس.